اللي راح نبدي نعتمدها ك يعني مواد داخله بالامتحان، ومواد يعني اللي تهتمون بها. الصباح يسالوني على الاستراكشرات اللي راح تشوفوها ان شاء الله بالمحاضره، طبعا مو كلها مطلوبه، راح اشر الاغلبيه الاستراكشرات اللي راح تجينا بدايه المحاضره، اللي راح يكونون الاستراكشرات مو مطلوبه اللي راح تصير بنهايه المحاضره، ما اعتقد راح نقدر نغطيها اليوم. واذا عندكم شيء قبل لا ابدي. اوكي شباب، راح اشغل نعم عبد الله. اي يعني حتى راح ابدا اشغل التسجيل، حتى اللي يصير عنده مشكله بالصوت، ينقطع عند الانترنت، صوت يصير يقطع، ما واضح، فلا تهتمون. راح ابدا اسجل وننزل ان شاء الله المحاضره مسجله، وانتم شفتوا المحاضره نزلتها انا، وان شاء الله راح انزل لكم المحاضره مال الاسبوع القادم ان شاء الله ورا هاي المحاضره. شباب بس اريدكم تنتبهون على هذا الموضوع الجاي اللي هو وظائف الكربوهيدرات، هذني الاربع نقاط تنتبهون عليهم، تاشروا من المهمات، اي فقره ما واضحه افتح المايك او عندكم علامه رفع اليد. شلون شباب؟ صوتي ناصي؟ هسه راح اعليه ومع ذلك راح انزله بالتسجيل ان شاء الله يصير عندكم واضح. بالتسجيل اعتقد يصير واضح. وانا هم نزلت الرابط مالته مال اليوتيوب يعني على قناه الدكتور، تقدرون راسا مباشره على القناه تشوفون، نزلت الرابط مال الفيديو. Thank you.
يعني هسه النقطة الأولى الشباب، النقطة الأولى هي تجهيز الطاقة من خلال عملية الأكسدة، هذه النقطة الأولى. الثانية تجهيز هياكل الكربونية، يعني تتكسر الكربوهيدرات وتعطيني هيكل كربوني تستخدم الخلية في صناعة مكونات. هنا راح نجي على عملية خزن الطاقة. هسه شباب الوظائف الاربعه للكربوهيدرات: تجهيز الطاقه، خزن الطاقه، تجهيز هياكل كربونيه، وجزء من مكونات الخليه. ذني اربع وظائف للكربوهيدرات. نجي هنا اكو شكلين للكربوهيدرات اللي هي حسب مجموعه الكربونيه. امامكم الشكل يا اما مجموعه الكربوكسيل اللي هي هنا باسفل اعلى السلايد اللي مؤشره بالمؤشر، اذا تلاحظون المؤشر عليها اللي سي دبل بوند او. اذا كانت مجموعه طرفيه نسميها جليسرول دهايد، واذا كانت هنا مجموعه وسطيه نسميها دي هيدروكسي اسيتون. هاي المعادله اللي هي معادله انتاج الطاقه، انتاج الطاقه بالحياه اللي هي يعني معادلة أصل الحياة، لأن الحياة بدون طاقة ما تصير. فأنا أسألكم، هاي المعادلة أكيد مر عليكم وتنتج عن طريق عملية التركيب الضوئي الفوتوسينثيسيس، وجود ثاني أكسيد الكربون والماء، وتعطيني السكر السداسي، سكر الجلوكوز اللي هو C6H12O6، إضافة إلى طرح الاكسجين. من يقدر يقول لي هاي المعادله وين تكون؟ بالنبات، بالحيوان؟ من عنده فكره عن الموضوع؟ بالنباتات، بالبلاستيده، بالسدى. بالنبات، احسن شيء بالاشياء الخضراء للنبات. زين، هل ممكن الحيوان او الخليه الحيوانيه تنتج طاقه؟ تنتج كربوهيدرات؟ هذا السؤال سالته للصباحي. وأسئلة لكم أيضا. أي جاوب؟ عبد الله. عبد الله. لا لا، الخلية الحيوانية. مو أحجار. الميتوكوندريا خزن الطاقة، احنا هنا يعني شلون الميتوكوندريا مثل البطارية. بطارية الخلية، لكن هنا إذا نحكي على أصل الطاقة. الأصل أصل الطاقة، الخلية الحيوانية لا تصنع الطاقة، لا تعتمد على شنو يا عبد الله؟ تعتمد على النبات. تعتمد على النبات، فالوحيد النبات اللي ينتج الطاقة، لأن يعني هو الوحيد اللي يمتلك عملية التركيز الضوئي. فوتوسينثيسيس. هاي خلوها بالكم، هاي المعادلة. دكتور، نعم.
الشرح مع الدكتور سعد أصلا ما موجود، يعني إحنا ما نسمع، يعني لو تكمل الشرح أنت أحسن. يلا كيفكم، هاي نكمل شرح عنه. الفيديو بدون صوت يعني دي يوصل، يلا مجرد همس يعني هيك. يلا راح ألغي الفيديو، راح أسوي الباوربوينت، أسوي الباوربوينت. شباب بس دقائق بس أشير الفيديو. بين ما يجي الدكتور، طلاب منو ممثلكم؟ نعم، ها من دي يتكلم؟ أنا دكتور. ها دينا، شنو؟ شو تريد؟ لا بس أريد أسألهم على عملي. بعدين خل نخلص المحاضرة، ما اقدر اسجل انا. أوكي.
تصور عندكم الشاشة واضحة شباب؟ مثل ما تشوفون قدامكم مثل ما قلنا هذين النقاط الأربعة هن وظائف الكربوهيدرات، ووصلنا إلى تصنيفها الكربوهيدرات إلى مجموعتين رئيسيتين اللي هن قلنا مجموعة الكيتو والألدو. هنا قلنا المعادلة الطاقة اللي تكون بالنبات. نجي هنا على المهام او الادوار اللي يقوم بها الكربوهيدرات، راح نصنفها على اساس وظيفي، وظيفه الكربوهيدرات. وطبعا ايضا تتقسم الى اربع وظائف رئيسيه، اللي هي اول وظيفه اللي هي الميتابوليك الايض او الوظيفه الغذائيه النيوتريشن. الوظيفه الغذائيه the important role of carbohydrates generally in the metabolism، يعني اهميتها خلال عمليه الايض او التمثيل of living organisms بالكائنات الحيه in the biological breakdown of carbohydrates to supply principal part of the energy that every organism need for various processes. وظيفه انتاج الطاقه، وانتاج الطاقه تصير عن طريق بريك داون ذا كربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات هي كهيكل بنائي تحتوي على الطاقه، لكن عمليه التكسير من تكسر هذا الهيكل البنائي عن طريق تكسير شنو هو؟ تكسير الاواصر الرابطه للكربوهيدرات، فبالتالي راح تتحرر الطاقه. وطبعا راح نجي عليها بالتفصيل حتى بموضوع الدهون ان شاء الله تصير عندكم اوضح. هاي الوظيفة الأولى، الوظيفة الغذائية أو الوظيفة الأيضية. الوظيفة الثانية اللي هي structure أو الوظيفة البنائية، insoluble carbohydrates polymers serve as a structure and protective elements in the cell wall of bacteria and plants and also in connective tissue of animals. Plant cell walls are complex arrangements of cellulose, hemicellulose and lignin. هاي الوظيفه التركيبيه او البنائيه، الكربوهيدرات الغير ذائبه المتعدده اللي نسميها insoluble carbohydrate polymers تخدم او تقوم بعمليه وقائيه او تدعيميه. ليش؟ لان هي تكون احد مكونات رئيسيه لجدار الخليه cell wall سواء للبكتيريا وللنبات وايضا للحيوانات. الحيوانات راح تكون وين؟ في العضلات والأنسجة الرابطة. الغشاء أو جدار الخلية النباتية، جدار الخلية النباتية يتكون من تركيب معقد من السليلوز والهيمي سليلوز واللجنين. وهنا يوصفن عن أنهما كربوهيدرات معقدة. وبالنسبة لجماعة التغذية السليلوز والهيميسليلوز مواد غير قابلة للتغذية من قبل ذوات المعدة البسيطة. الوظيفة الاتصال أو الكوميونيكيشن هي نقل المعلومات داخل الخلية، نسميها جلايكو سيمينو جلايكون are the polymers of the bases of carbohydrates are critical important، يعني أهمية دقيقة in intracellular يعني داخل الخلية communication and organisms بنقل المعلومات داخل الخلوية في الكائنات الحية. This unique class of linear polymers interact with a wide variety of proteins، يعني له علاقه مع انواع متعدده من البروتينات اللي راح نسميها بعدين نسميها جلايكو
بروتين. جلايكوبروتين يعني متكونه من جزئين، هم بروتيني وايضا كربوهيدراتي. وهاي نشوفها بشكل واضح وين في جروث فاكتورز، عوامل النمو او الكيموكاينيز اللي لها دور كبير في العمليات التسلجيه داخل الخليه، important physiological process. يعني اذا سالنا سؤال ان growth factor تتكون من both protein and carbohydrates، راح تكون الاجابه true or false. ها شباب true or false؟ شباب حد يسمعني؟ شباب الوظيفة الرابعة اللي هي البايوسينثيسيس اوف اذر كومباوندز، يعني راح تكون جزء من مكونات او تراكيب اخرى داخل الخلية. وهاي اهمها اللي هو اللي يهمنا هو الاي تي بي، الادينوسين تراي فوسفيت، اللي هو المخزن الرئيسي للطاقة داخل الخلية. هاي الوظائف الرئيسية للكربوهيدرات. اكو اشكال عليها شباب؟ اكو شيء بيها واضح؟ نجي على تصنيف الكربوهيدرات. هنا كملنا الوظائف، نجي على التصنيف. عندنا نوعين رئيسيين من تصنيف الكربوهيدرات. التصنيف الاول اللي يعتمد على تركيب الستراكشر، والنوع الثاني يعتمد على الصفات الفيزيائيه الكيميائيه فيزيكو كيميكال بروبرتيز. التصنيف الاول اللي يعتمد على الصفات الفيزيائيه والكيميائيه يقسم او يصنف الكربوهيدرات الى ثلاثه انواع، النيوترال والبيسك والاسيديك. النيوترال المتعادل اللي يحتوي على مجموعه كربونيل ومجموعه هيدروكسيل، والمثال عليها هو سكر الجلوكوز والسكر السداس. المجموعه الثانيه اللي نسميها بيسك سبيشيز، اللي تحتوي على مجموعة كربونين وأيضا مجموعة أمينو جروب اللي سميناها أمينو سكرايت، وقبل شوية ذكرنا أحد النوعيات اللي تحتوي على مجموعة بروتينية ومجموعة كربوهيدراتية. شنو سميناها قبل شوية؟ قلنا الجروث هرمون أو عوامل النمو هي متكونة من مجموعة بروتينية ومجموعة كربوهيدراتية، يعني بها مجموعة أمين جروب مثل أمينو سكرايد والجروث هرمون أو هرمونات النمو أو جروث فاكتور، كلها تتكون من مجموعة كربوهيدراتية ومجموعة أمينية. الأسيدك سبيشيز اللي تحتوي على مجموعة هيدروكسيل ومجموعة كاربوكسيل الجروب، والمثال عليها حامض الجلوكورنيك أسيد. لحد الآن شباب واضح؟ شنو الفرق ما بين حامض الجلوكورنيك أسيد والأمينوسكرايد من الناحية التركيبية؟
من الناحية التفكير ايش يختلف حامض جليو كورنيك عن الأمينوساكرايد؟ مصطفى تسمعني؟ مصطفى محمد؟ تسمعني مصطفى؟ آيات تسمعيني؟ نراء راعي تسمعيني؟ مريم عماد تسمعيني؟ نعم دكتور. شنو الفرق ما بين الجلوكورنيك اسيد والامينو ساكرايد من الناحية التركيبية؟ دكتور صوتك واضح. الامينو ساكرايد والجلوكورنيك اسيد، هسه امج هاي الشاشة، شوفوا الفرق ما بين تصنيف البيسك سبيشيز والاسيديك سبيشيز. الفرق هو الفرق شنو؟ بالإنتاج إنه هاي تنتج مو تنتج، يعني تتكون من امينو جروب، وين بالامينو مجموعة ساكرايد، أمينية. مجموعه امينيه هي من اسم امينو ساكرايد، يعني مجموعه امين. جلوكورنيك اسيد طابي مجموعه امين. يا شباب انتبهوا على هاي الامور، يعني هاي الامور اللي تفيدكم وتسالون عليها بالامتحان. نجي على التصنيف الاخر اللي هو يعتمد على الشكل البنائي، كيميكال ستراكشر. الشكل البنائي هنا عندنا الاحاديه والثنائيه والمتعدده. الاحاديه اللي نسميها المونوسكرايد، يعني ليس منها احاديه، يعني تتكون من وحده سكر واحد. المونوسكرايد contains single بولي هيدروكسي الديهايد او كيتون يونت، يعني اما سكر الديهايدي او سكر كيتوني. كنا شلون نعرف الديهايد او كيتوني؟ مجموعه الكربوكسيل اذا كانت طرفيه يعني الديهايد، اذا كانت غير طرفيه معناها كيتون. والمثال عليها اللي هو سكر الجلوكوز، السكر السوداتي، وسكر الفركتوز والرايبوز. هذا الستركشر مالتهم، الصوره مالتهم هنا أنا ما واضحه. راح نجي على صوره اخرى راح تشوفوها تكون بشكل واضح. يعني يا اما تتكون من هذا السكر او هذا او هذا، طبعا هذول يكون الاشكال للسكر الجلوكوز. هنا أنا شكل الحلقي، هنا أنا شكل المستقيم اللي هو هنا أنا ايضا سكر الفركتوز. المجموعه الثانيه اللي هي داي ساكرايد، السكريات الثنائيه، من اسمها داي يعني اثنين. وابرز مثالين عليها اللي هو سكر السكروز وسكر اللاكتوز. سكر السكروز يتكون من شنو؟ من الجلوكوز وفركتوز. واللاكتوز يتكون من الجلوكوز واللاكتوز. الطلاب صباح سالوني قالوا ذني للحبوب، قلت لهم نعم للحبوب. طريقه حفظها طريقه سهله. احنا هنا عندنا السكروز يتكون من هذا جزء او وحده السكر الجلوكوز، هي نفسها هنا باللاكتوز هاي الوحده السكر الجلوكوز. الفرق بيناتهم هنا وجود الفركتوز وهنا وجود الجلاكتوز. الفرق الثاني هو الاثر، هنا الفا 1 6 هنا الفا 1 4 الفا 1 6 هنا بيتا 1 6. المجموعة الثالثة اللي هي الأوليغوساكرايد، هاي المجموعة تتكون من 3 إلى 10 مونوساكرايد يونت، يعني من وحدات سكرية أحادية عددها من 3 إلى 10. وأبرز مثال عليها هو الرافينون.
الرافينوز مش متكون من سكر جلوكوز وفركتوز وجلاكتوز. إذا سألنا سؤال شنو الفرق ما بين السكروز والرافينوز من الناحية التركيبية؟ آه شباب، من يعرف؟ من الناحية التركيبية يعني أنت راح تشوف الصورة أمامك، شنو الفرق ما بين هذا السكر الرافينوز والسكروز من الناحية التركيبية؟ هذا ايش متركب وهذا ايش متركب؟ وانت تعرف الإجابة. أزين، أحسنت. والرافينوز ايش بتسوي؟ من السكرول، من الجلوكوز وفركتوز والجالكتوز. يعني إذا شلنا الجالكتوز وغيرنا آثرة الارتباط، شنو هو يصير عندنا؟ يصير عندنا سكرول. واضح يا عبد الله؟ نشوف الصورة أمامك. نجي على السكريات المتعدده اللي نسميها البولي سكرايد. هاي متكونه من وحدات كثيره من السكر. شوف هنا على شكل شلون السبحه، خردات السبحه، هاي كل دائره دي هو عباره عن وحده سكر. هذا متكون من وحدات متعدده من السكريات. هنا سكر الجلوكوز، اذا كانت سلسله مستقيمه غير متفرعه نسميها اميلوز، واذا كانت السلسله متفرعه مثل ما هنا نشوفها هاي اسمها اميلو بكتين. اميلو بكتين. طبعا الاخر الرابطه اللي بيناتهم السلاسل المستقيمه هي عصر الفا 1 4، وهنا في حاله التفرع هي الفا 1 6. وهذا اللي كلهم طبعا عباره عن وحدات سكر جلوكوز. انت من راح تحفظ يا شباب بس تحفظ تركيب سكر الجلوكوز، البقيه كلها تصير شغلات سهله، لانه عباره عن وحدات سكر جلوكوز مرتبطه مع بعض. الفرق هو بس نوع الاثر. لحد الآن أكو سؤال استفسار شيء ما واضح شباب؟ كمل لو تعبتوا. كمل دكتور. إحنا راح نجي نوضح بشكل أكبر شنو هي السكريات الأحادية. السكريات الأحادية بس انتبهوا على السطر الأول اللي ما نقدر نعتبر أي مادة كربوهيدراتية إذا كان فيها عدد ذرات الكربون أقل من 3. يعني أي مادة عدد ذرات الكربون فيها أقل من 3 بنقدر نعتبرها مادة كربوهيدراتية. يعني هسه مثلا هنا التركيب الأول جلايكو ألديهايد، هذا ما نقدر نعتبره مادة كربوهيدراتية. ليش؟ لأن متكون من 2 كربون. بينما هنا الجليسرودهايد متكون من 3 كربون، والاريثروز متكون من 4 كربون، وهنا الجلوكوز، وهنا الاربينوز ايضا متكون من 5 ذرات كربون. نعتبرها كل واحد منها نعتبرها سكر احادي على الستركشر الاول، ما نعتبره كربوهيدرات. ليش؟ لان في اقل من 3 ذرات كربون. هنا ملاحظة مهمة also called monosis. الكربوهيدرات that cannot form any simpler
sugar by simple hydrolysis. الكربوهيدرات ما نقدر نكسرها او نفككها حتى تعطينا سكر من خلال عمليه البريك داون، يعني السكر ما نقدر نهدمه ونطلع من عنده سكر. لا، ليش؟ هو من وحده سكر بنائيه واحده، بينما السكروز بتكون من وحدتين سكر. اذا هدمنا ممكن نحصل على سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز، لكن الفركتوز وحده اذا هدمنا ما راح نحصل من عنده بس الهياكل الكربونيه ولا ما راح نحصل سكر. ليش؟ هو اصغر وحده بنائيه بالسكريات هي السكريات الثلاثيه. قلنا التصريف مثل ما قبل شوية حكينا، هنا على الصورة أوضح بالنسبة للألدوز اللي هي مجموعة الكاربوكسيل، هنا على طرفية، هنا على شبيهة راح تكون وسطية نسميها الكيتوز. هنا بالنسبة للتسميات عندنا سكر مثلا، هاي الشكل الثاني هو سكر الجلوكوز دي جلوكوز اند الدوزز. الدوزز هذا شبيه سكر الجلوكوز، مجموعة الكربوكسيل صارت هنا شبيه طرفية فنسمي الدوزز. لو تحركت هاي مجموعة الكربوكسيل وصارت بالوسط راح نسمي كيتوز. وهنا ايضا عملية التسمية راح نفصلها بشكل أكثر. إذا جينا هنا على سكر البنتوز، تعريف البنتوز هو monosaccharide compound with five carbon atoms، يعني سكر البنتوز هو سكر أحادي يتكون من خمس ذرات كربون. هذا البنتوز شو راح نسوي ألدوز؟ نضيف له مجموعة الكربوكسيل نسويها طرفيه، فايش راح يصير؟ الدو بنتوز، يعني الدهايد الدو بنتوز، وراح يصير الدهايد جروب بال 1 ان بوزيشن 1، يعني عند ذره الكربون رقم واحد كمجموعه طرفيه. لكن اذا سويناها كيتوسيس راح نحركها الى الوسط، يا اما بالمجموعه ذره الكربون رقم 2 او رقم 3، فايش راح يصير عندنا؟ البنتوز is a monosaccharide compound with the five carbon atoms and has ketone group at position 2 or 3. يعني مجموعة الكربوكسيل تحركت صارت كمجموعة وسطية فنسميه كيتو بنتوز. وهاي عملية التسمية تنطبق على بقية أنواع السكريات. نجي على خواص السكريات الأحادية. شباب نكمل لو تعبتوا؟ يعني احنا بالصباحي وتوقفنا لحد هنا، كيفكم نكمل؟ توقف لحد هنا حتى تصيرون نفس الصباحي، بس انا اريد اسمع صوت المصطفى محمد.